الأستاذ محسن لملوم مدير تحرير مجلة الأهرام الرياضي ضيفنا العزيز في حلقة اليوم. يا أستاذ محسن أهلا بيك. أهلا بيك يا فندم. أخبارك إيه؟ تمام الحمد لله. عندك برد؟ يعني شوية. كلنا اليومين دول بنسعى. الحمد لله. ألف سلام عليك. خلينا نتكلم عن مباراة امبارح الأهلي وإف سي مصر ومسيرة النادي الأهلي بشكل عام. وصل انتصار رقم 10 على التوالي، بتقيم المسيرة بالتحديد في بطولة الدوري حتى الآن إزاي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بالتاكيد طبعا ناجحه بكل تاكيد، يعني مش عايزه كلام، 10 على 10 زي ما بيقولوا. كويس. مش بس انتصارات، حقق 10 انتصارات كمان، فرق الاهداف كبير، فرق كبير جدا. الاهلي 28 هدف، الثاني 15، الثالث 15، يمكن الاقرب ليه نادي بيراميدز ب 17 هدف في المركز الرابع تقريبا. يعني بتبين لك النادي الاهلي في حته بعيده تماما عن كل فرق الدوري المجمعه. يعني يحسب للنادي الاهلي الجهاز الفني واللعيبه ان هم عرفوا من هنا تؤكل الكتف وبيخلصوا زي ما بيقولوا كده بدري بدري الدوري. طبعا سابق لو قلنا ان احنا نتكلم ان الدوري حسم او الكلام ده طبعًا. لسه بدري جدا طبعًا. وحتى لو سالت النادي الاهلي حتى لو باقي صح. صح. لو باقي 5 جولات ولسه ما حسمش هيقول لك لا ما حسمش. دي طبيعه في النادي الاهلي، لكن هو النادي الاهلي خدم نفسه بنفسه في الجزئيه دي لسبب. هو خلص بدري بدري، حريص على كل النقاط، ما فيش نقطه يفقدها، ما فيش اي حاجه، عشان هو يعني الفتره اللي جايه دي داخل على معمعه البطوله الافريقيه اللي هي محتاجه تركيز اعلى من الدوري. هيلاقي نفسه عنده ماتشات قويه في ورا بعض سواء في الدوري وفي افريقيا، هيكون طبعا الاولويه للافريقيا بما انك اوريدي فرقت بفرق شاسع جدا او كبير جدا عن كل منافسيك في الدوري. هو النادي الاهلي خدم نفسه، يمكن الشيء بالشيء يذكر، او يعني مع فرق التشبيه مثلا نلاقي ليفربول في انجلترا فرق بشكل كبير جدا في الدوري، ده بيديله اريحيه في بطوله دوري ابطال اوروبا اللي هو ما كانش بادئ فيها بشكل كويس، لكن في الفتره الجايه يقدر بقى يركز فيها اكتر. كمان هو ادانا الايحاء ده لان هو لا مركز في بطوله كاس الاتحاد الانجليزي. يعني حتى لو كان كسب امبارح بس حلو قوي بتاع جونز بالظبط، وخرج اوريدي من كاس بتاع رابطه المحترفين، فهو مركز طبعا في الدوري وفي البطوله. فنرجع بقى للنادي الاهلي. بالظبط. فبالنسبه له الدوري اهم، ثم دور الابطال في المرتبه الثانيه. هنا النادي الاهلي العكس، دور الابطال في المرتبه الاولى والدوري في المرتبه الثانيه. هو خلص بدري بدري في موضوع الدوري، ما سابش بقى ايه فرصه لاي نقطه تروح منه لاي دروب. يعني هو بيخدم نفسه، ده هيستفيد منه النادي الاهلي في الفتره اللي جايه تحديدا في شهر فبراير اللي يكون فيها الادوار الاقصائيه لبطوله دوري ابطال افريقيا. ان شاء الله النادي الاهلي يتاهل، يعني هيكون فيها الادوار الاقصائيه، هتبقى العمليه صعبه جدا، ومش هينفع طبعا يقول انا هقابل مثلا فريق قوي عنده مباراه قويه فيختار مثلا ياجل في الدوري، لا خلاص هيبقى ماشي طبيعي جدا. يقدر هو كده خدم نفسه بنفسه في المستقبل. فطبعا 10 على 10 النادي الاهلي، واضح زي ما قلت لحضرتك مش بس الانتصارات، لا ده انتصارات بعدد وافر من الاهداف، فرق كبير جدا جدا عن كل منافسيه وليس حتى اقرب منافسيه. طيب شايف ان الاريحيه اللي بيتمتع بيها النادي الاهلي في البطوله المحليه دي هتساهم بشكل اكبر في قوه المنافسه واستعداد النادي الاهلي بشكل امثل لبطوله دوري ابطال افريقيا واستعداد هذا اللقب؟ بشكل اريح كمان، يعني انت النادي الاهلي خلاص انت ايه عارف، انت لما بتكون المنافسه مثلا ايكوال في الدوري بينك وبين المنافس نقطه او نقطتين، يعني العمليه قريبه جدا او حتى ثلاثه، ومع البطوله الافريقيه اللي هي الادوار الاقصائيه خلاص يعني ذهاب واياب، انت بتلاقي نفسك بتبقى متوتر، بيغيب عنك لاعب بيعمل لك قلق، لكن خلاص انت كده تقدر تدي الاولويه بشكل تام للبطوله الافريقيه، هي اللي تبقى الاولويه عندك، وده فعلا اللي هيحصل في النادي الاهلي في الفتره اللي جايه. يعني انت عارف هو النادي الاهلي مشكلته بقى في البطوله الافريقيه ان المعمعه بالنسبه له مش هتبدا من الادوار الاقصائيه، مش من دور الثمانيه، لا ده هي هتبدا من الدور اللي جاي. يعني عايز اقول النادي الاهلي بنبهه مباراه السبت القادم مع ضد بلاتينيوم اهم مباراه، لان انت جاي بعديها ماتشين، اي نتيجه هتحصل في مباراه الجوله الرابعه ما بين الهلال السوداني والنجم الساحلي في في في, في الخرطوم، اي نتيجه هتحصل هتضغط عليك انت في الماتشين التانيين، لان انت هتقابل فرقتين. تخيل مثلا الهلال كسب، يبقى النجم هيقابلك في الجوله الخامسه ما فيش قدامه غير انه يكسب. طب النجم كسب ما فيش قدامه غير انه يكسب برضه عشان يقدر ولو تعادلوا برضه ما فيش قدامه غير انه يكسب. هي بقت المباريات اشبه بالضروره الاقصائيه بدءا من الجوله الرابعه. صح. عشان كده اسهل مباراه للنادي الاهلي في الثلاث ماتشات اللي جايين هي المباراه اللي جايه، اسهل مباراه، لان انت بالعقل كده بلاتينيوم ولا النجم ولا الهلال؟ اكيد بلاتينيوم مع كامل احترامي طبعا وتقديري، مش بقلل منه، لكن ده وضعه فريق صفر من النقاط، وبعدين عيب اول لما يخسر على ارضه من النجم اللي هو بصراحه فريق مهلهل تماما بكل امانه، 3-0 وانت ما تكسبش. انا مش 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 عايز منك اداء ولا عايز منك نتيجه كبيره، اكسب 1-0، هات الثلاث نقاط باي شكل من الاشكال، لان دي اخشى على النادي الاهلي انه يندم على مباراه بلاتينيوم في زيمبابوي، لان المباراه اللي الاثنين التانيين هتكون انت عرفت يعني هتكون النتيجه في المجموعة
المجموعه كده هو فوز الفوز فوز الهلال على النجم لان هو ايه خلاها ثلاثه هو انت كنت بتلعب على ان واحد فيهم هيطار الثاني فدلوقتي خلاص بس مباراه الجوله الرابعه مباراه الاياب في السودان هتحدد بشكل اكبر فيما مثلا لو الهلال كسب ده اللي مثلا متوقع اكتر شويه يعني لو الهلال كسب خلاص هيبقى انت والهلال بقى يعني انت كمان ايه لازم تكسب النجم في الماتش اللي بعديه لان الهلال هيكسب بلاتينيا من بره ما قدموش حل الا كده ومباراتك على ارضه في الهلال دي اللي هتفرق عشان كده كنت بقول لك ايه النادي الاهلي مثلا هيندم على بعض الاهداف اللي اهدرها يعني مثلا في مباراه الهلال اللي كانت في القاهره والاهلي كسب 2-1 ان شاء الله ما يندمش ولا حاجه يا استاذ انا بقول لك ربما يندم يعني ربما ليه بقى لان الجون اللي سجله الهلال ده يدوا له افضليه فيما لو فاز مثلا لا قدر الله 1-0 يدوا له هو الصداره لان بالمنطق ده انت الاهلي بقى 12 وهم 12 امتى ياخد الصداره لو كسب لو فاز 1-0 لا قدر الله لا اتمنى ذلك ولكن انا بتكلم على سواء الاول بيبقى المواجهات المباشره بالظبط بس المواجهات المباشره 2-1 لو كسب في الاخر تتعادل في المواجهات المباشره فبالتالي هتلجا للاهداف يعني. ما انت خليك في الاول في المواجهات المباشره انت كسبت 2-1 لو كسبته لو هو كسبك 2-1 مثلا انا بفترض يعني الاسوء ممكن تكون افضليه لك بالاهداف مثلا والله اعلم ولكن ماذا لو لا قدر لا انت خسرت 1-0 هتبقى الافضليه ليه هو خلاص قبل بقى الموضوع الاهداف فاقصد اقول ان انصاف الفرص ودي مشكله هتواجه النادي الاهلي يعني عليها علامه استفهام كبيره جدا مهاجمين النادي الاهلي يعني رغم تخرج من الكم الكبير من الاهداف اللي النادي الاهلي سجله في البطوله في بطوله الدوري الهداف ليس من النادي الاهلي 28 هدف والهداف بتاعك وليد سليمان يعني مش لاعب مهاجم اساسا مهاجمينك في علامات استفهام عليهم اذا كان وليد ازارو ولا مروان محسن ودي برضو ممكن ما تكونش باينه قوي في الدوري هي باينه في الارقام لكن مش مؤثره لكن في افريقيا لا في افريقيا انت محتاج انصاف الفرص انت بتخسر بطولات او لما خسرت بطولات لما تضهر هتلاقي على فوارق بسيطه على هدف ما سجلتوش على كره ضاعت لو كان ضيعها مش عارف لو كان ازارو سجل لو كان مش عارف مين الحاجات دي في افريقيا ما فيهاش لان لازم استغلال الفرص بالظبط بس هي جزئيه بس يا استاذ محسن مثلا لما المهاجم بيضيع احنا عندنا مهاجمين في النادي الاهلي مش هدافين يعني مش هم هدافي الفرقه دلوقتي بس لما نيجي نبص في العالم كله هتلاقي ان الهدافين هم الاجنحه يعني مثلا ليفربول اقرب مثال احنا بنتابعه الهدافين مين صلاح وماني ماشي اوكي بس انا فيرمينيو طبعا مؤثر وكل حاجه وبيجيب اهداف مواصفات مهاجم النادي الاهلي عشان ما اقولش كلام مجعلص مواصفات مهاجم النادي الاهلي تتمثل في شخص زي مثلا عماد متعب زي حسام حسن ولا بتترتب على اسلوب اللعب يعني مش هقدر افيدك قوي في القصه الفنيه لان دي ده تخص المدير الفني من خلال متابعتك يعني من خلال متابعتي ممكن فيها جزء كبير بس اللاعب نفسه داخل ال 18 كان حسام حسن زمان في التسعينات جوه ال 18 مالوش حل خلاص هو عنده بقى كم من الخبرات وعنده لان هو من مواليد منطقه الجزاء زي ما كان حتى بيقول كابتن ميمي الشربيني لكن المواصفات دي حاليا مش موجوده في مهاجم النادي الاهلي المهاجم في النادي الاهلي يعني حتى الناس امبارح يعني ايه تلاقي مثلا مروان محسن كان ترند في الشوط الاول وترند برده في الشوط الثاني هنا بسلب وهنا بالايجاب لا انا لا مع ده ولا مع ده يعني ايه السلب لما ضيع الفرصه اللي غريبه جدا بصراحه غريبه جدا ما حدش يضيعها انا ممكن ما اضيعهاش اسباب ان الفرصه دي تضيع ايه منطقيا قله ثقه بس كده قله ثقه وضغوط مش عايز لا قله ثقه ضغوط ده الضغوط هتخليك تبقى انت ضغوط ايه مفيش جمهور مفيش جمهور لا ضغوط ان هو بقاله فتره ما بيهدفش ان الناس تتكلم كتير على مستواه كل الناس بتتابع دلوقتي اي لعيب بيتابع السوشيال ميديا طبيعي جدا يعني مفترض انه اكبر من كده المفروض ما يتاثرش بالمناسبه بالسوشيال ميديا ماشي. اوكي بس بيبقى في اراء وضغوط عليه بتبقى قويه فبالتالي بتاثر على صوته انا بقول لحضرتك ده لاعب النادي الانديه الكبيره زي الاهلي والزمالك ما ينفعش اللاعب بتاعها يتاثر بالكلام ده خالص كان زمان حسام حسن حتى برضو بضرب بيه المثال انه المهاجم المثالي يعني لما كان يسجل اهداف كان يروح للجمهور يعمل لهم كده يعني مش سامع حد او حاجه زي كده او سمعوني بقى حاجه انت قصدك ان المفروض الانتقادات دي تتاخد كدافع قوي اكبر دليل في بطوله 98 كاس امم افريقيا لما كانت في بوركينا فاسو لما الناس هجمت الجوهري الله يرحمه انه رايح تعمل ايه واخد حسام كان ساعتها مش بيسجل راح وخد البطوله وحسام خد الهداف يعني اقصد اقول لك ايه بس زمان ما كانش يعني الزخم الاعلامي زي دلوقتي او الاهتمام والسوشيال ميديا كل حاجه برضو لها يعني لها عليها يعني في النهايه لها عليها فالنهارده خلينا نرجع بقى لمروان لما انت في الشوط الاولاني كنت ترند سلبي عليه وكلمنا في عدم الثقه طب الشوط الثاني الناس واسجل هدفين طب مع كامل احترامي وتقديري مش نادي اف سي مصر اللي هو هحكم عليه يعني معلش مش البيراميدز مش الزمالك مش الاسماعيلي مش المصري مش الفرق الكبيره وبعدين لما احنا نعمل كده وما تعمل ايه قدام الترجي والوداد وسان داونز وقدام مازيمبي اللي هو بقى المحكات القويه بالتالي اهميه عودته للتهديف امبارح من خلال هدفين مش هدف واحد بتشوفها ازاي بالنسبه كويسه بس انا مش هضخمها يعني مش هدي مش هقول بقى وعوده ومش لا انا مش هقول لك الواقع احنا بنتكلم كبدايه عوده الثقه
انا ما بقولش ان الثقه كده عادت او هو هنصل لدرجه ان مهاجم النادي الاهلي لما يسجل جون يبقى بدايه عوده الثقه، خصوصا بعد فتره صعبه جدا بالنسبه له. هنتكلم بمنطقيه، ازار ومروان الفتره اللي فاتت صعبه جدا بنسبه ضئيله، مش هقدر اديها اكبر من حجمها بنسبه ضئيله 10%. ده مهاجم النادي الاهلي. زي انا مثلا، ناس انتقدت مثلا فرحه نادي الزمالك في الهدف الثالث لطنطا، فهدف توقيت الجون يخليك تفرح، ولكن نادي الزمالك اكبر من انه يفرح بهذه الفرحه. اسم الزمالك اجمع طبعا، كامل تقديري لطنطا اللي كان متفوق امبارح وكان بيقدم مباراه عاليه، لكن ان انت تفرح بهذا الشكل المبالغ فيه، لا، نادي الزمالك اكبر من كده. ماشي. كذلك برضو اللي مش هيذكر، ما ننفعش نقول على مروان حسن وعوده الثقه وعوده التهديف، لا، بدل انه حتى هو اصيب، يعني ربنا يشفيه. طب انا عايز اسالك سؤال، يعني لو كان خرج من مباراه امبارح من غير ولا هدف احسن ولا لما خرج بالهدفين؟ اكيد لما يسجل احسن، بس ده اللي انا أكيد بقوله يعني. اكيد بس ما انا ما قلت الحركه، انا ما لغتهاش، ما خلتهاش 0%، بس مش 100%. ما قلتلكش 100%، انا قلت لك بدايه 10%. اوكي، ما فيش مشكله، مش مختلف معاك، بس بدايه واحده يبتدي ياخد الثقه، خصوصا انت محتاج لكل لعيب دلوقتي. ما فيش مشاكل، بس هو الوقت اللي جاي ما يسمحش. بقول لك يا استاذ محمد، اجيب لك من الاخر. طب احنا ممكن نختلف مع بعض او نتفق على لعيب او امكانيات لعيب، تمام، لكن في نفس الوقت في عوامل في المباريات بالتحديد للاعب الهداف المهاجم، لما بيجيب اهداف الدنيا ممكن تفتح معاه، او مش متعب قعد فتره كبيره جدا ما يجيبش اهداف. صحيح، هو فلافيو قعد سنه، فلافيو قعد سنه، كل دي امثله. انا فاهم فلافيو كان بيتقال عليه ايه؟ ده الجون اللي جابه بقفاه يعني. ايوه، بيتقال عليه ايه؟ بيتقال عليه لعيب تعبان جدا، ازاي الاهلي جابه؟ والمدير الفني تمسك بيه، وطلع المدير الفني عنده حق. تمام. مروان محسن، انا هنا مش عشان ادافع عن مروان، لكن مروان في فتره من الفترات كان اهم مهاجم في مصر. صحيح، كان مهاجم منتخب، لكن طبيعي جدا ان في فتره من الفترات اي مهاجم يمر بمرحله عدم ثقه، حتى لو تصل للدرجه اللي وصل ليها مروان. صحيح. لكن الاهم اللي انا برضو عايز اكده عليه، ان هو يبتدي يسجل، حتى يا سيدي لو الجون جاي له جون فاضي وحط الكره جون، اتفقنا واحده واحده الرهان في الفتره اللي جايه، بس ده الاهم بقى. بس ده بالظبط كده، لان النادي الاهلي زي ما قلت لحضرتك، مش مهم الدوري، مش مهم طبعا، مش بلغيه، ولكن انت تقريبا، انت مش عايز اقول حسمته، بس بنسبه 50% انت اللي هو لسه النص، الدور الاول لسه ما انتهاش، ولكن بنسبه 50% النادي الاهلي، مش بس انتصاراتك، لا، الرؤيه واضحه، التدوير، عمليه التدوير اللي بيعملها فايلر، كل ده بتقول لك ان النادي الاهلي عايز يخلص الموضوع ده بدري عشان يفضل افريقيا. ما فيهاش انصاف الفرصه اللي ضيعها مثلا مروان محسن امبارح، لو كان ضيعها في افريقيا، انا بقول لك الاهلي تبقى مشكله. لان متفق معاك، لان مش هقول لك من ادوار اقصائيه، من بعد الجوله، من بعد مباراه بلاتينيوم، ما فيش فوز ب3 و4، الانتصارات بالعافيه 1-0، صح بالعافيه 2-1، او حسب ظروف كل مباراه بقى، الله اعلم. لكن الانتصارات هتبقى كلها على المحك والجون بثمنه، وان انت تكسب 1-0 ما تكسبش 2-1، لان انت هتقابل النجم في القاهره، مباراه مصيريه للاثنين، صح، وممكن تكون مصيريه للنجم اكتر منك، فيبقى الدوافع عنده اعلى. انت طبعا افضل، لكن الدوافع عنده اعلى، ممكن تكون الهلال على ارضه اعلى. لكن بعد الماتشين دول، من الجوله الخامسه والجوله السادسه، زائد بقيه المشوار، ان شاء الله كله صعب جدا. طبعا نتفق ان بطوله دوري ابطال افريقيا اللي حاليا هي اقوى بطوله دوري افريقيا من يمكن من اول ما بدات، اقوى بطوله طبعا. شوف الاسماء، اقوى نسخه. شوف شوف الاسماء كلها ايه، اهلي وزمالك، ترجي ونجم، وداد ورجاء، مازيمبي وفيتا كلاب، الشبيبه ومش عارف اتحاد العاصمه، سان داونز ومازيمبي. انا بتكلم على الثمانيه الكبار، ماليش دعوه بقى بالزيسكو، مع احترامي طبعا بلاتينيوم والكلام او الاغسطس والحاجات اللي هتروح بدري دي، ماليش علاقه بيها. انا بكلمك على الثمانيه اللي هم منطقيا هم اللي في القمه في كل بلد. لا، هم اللي صاعدين دور ثمانيه، هم اللي هيخرجوا من دور هيتاهلوا، قصدي من دور المجموعات، هم دول الثمانيه. انت بتخدم نفسك، وفي نفس الوقت هم بيخدموك، يعني هم الثمانيه، انت مش قابل الثمانيه، انت هتقابل فريق مثلا سي الاهلي مثلا تاهل في مركز اول، هتقابل فريق من مركز اصحاب التصنيف الثاني او المركز الثاني، انت كسبه وعندك ثلاثه هيخرجوا كمان، يبقى اربعه هيخرجوا، يبقى انت تطلع واحد هم يطلعوه، وبعدين في نص وهكذا. يعني انت ايه، مش هتقابل الترجي والوداد والصن داونز ومازيمبي، لا، هم هيخلصوا على بعض، وانت برضه هتقابل اللي يعني زي كبلو بطوله، مش انجاز يعني. فانا اقصد اقول لك ان البطوله بقت ما فيهاش فرصه بتاع امبارح دي تضيع، ما فيهاش تهريج يعني. ايه في بطوله دوري ابطال افريقيا؟ لانه لو ضيع فرصه دي مثلا في بطوله دوري ابطال افريقيا، ما اعتقدش هيقدر يسجل هدفين زي ما سجلهم امبارح، لا هو ولا غيره. مش بتكلم على مروان، بتكلم على لعيب، ما فيش بطوله، بنتكلم عن اهميه المرحله اللي جايه، واللي محتاجه ان انت اي فرصه تستغلها بالظبط. الفتره الجايه انصاف الفرص لها قيمتها، انصاف الفرص. عشان كده بقول لك الاهلي في مباراه الهلال اللي هي الجوله الثانيه، الاهلي اللي كسب فيها، كان لابد ان الاهلي كان يخرج فيها نظيف، شباك نظيفه، وكان المفروض يبقى اكتر من كده تهديفا، يعني يبقى اكتر من كده، لان ده هتخدمه بعدين زي ما قلت لك. ربنا يستر على الجوله السادسه، الله اعلم لسه. انا بس عشان كده بقول لك اسهل مباراه للنادي الاهلي في بطوله دوري ابطال افريقيا في الثلاثه اللي جايين، في الثلاثه واللي بعديها على فكره.
في بقيه المشوار حتى لو كملوا للنهايه وخدوا البطوله. دي اصلا اسهل مباراه. انا بتكلم في المرحله يعني الحاليه. في المرحله الحاليه المجموعة. اوكي اتفق معاك، هي اسهل مباراه، مباراه بلاتينيوم اللي انت تقدر تفوز فيها 1-0 و2 و3، ما تقوليش بقى عامل الارض والجمهور، ما فيش لا ارض ولا جمهور ولا الكلام ده كله. انت رايح بدري، عارف النادي الاهلي ما عندوش الحجج دي، ما فيش حاجه اسمها حقق نتيجه ايجابيه في يتعادل بره، لا انت لازم تجيب الثلاث نقط. لان هو اوريدي خلاص، انت لما هو الفريق ده اصلا لما هو خسر فهيخسر كل الماتشات اصلا. ده هو يعني حصلت المجموعه زي ما انت عارف يعني. فهو مش فارق معاه حاجه خلاص. هو ايه دي نقطه برضو خطر على النادي الاهلي، ان هم واخدين الموضوع بالنسبه لهم تسويقي. هم امتى هيقابلوا فريق بحجم النادي الاهلي؟ فهم حتى في مدير النشاط الرياضي عندهم واحده ست، هي كانت قالت ان احنا المواجهه دي بنستغلها في زياده العلامه التجاريه او زياده قيمه العلامه التجاريه للنادي، زائد المباراه للتاريخ يعني للشهره. هم قبل النادي الاهلي يشوف الناس هتروح لهم، الجمهور، الصحافه بتتكلم عليهم في افريقيا كلها. يا سلام بقى لو سجلوا هدف، حتى لو اتغلبوا، يا سلام لو تعادلوا، كل ده بيصب في مصلحتهم هم. واخطر حاجه على البني ادم او على الفريق ان انت تقابل حد ما عندوش ما يخسره. ده فريق ما عندوش ما يخسره. يعني انت حتى لما تقابل المباراه الصعبه جدا مع النجم ومع الهلال، عشان كده المباراه صعبه برضه. صعبه بس هي اسهل الصعبين، اسهل ما في الجاي، اسهل الصعاب يعني. اقول لك مثلا مثلا ماتش النجم، هو حريص انه يكسب بس في نفس الوقت عايز يامن دفاعه. والهلال وانت نفس القصه، لان العمليه على المحك. لكن فريق زي ده يقدر يهاجم بال11، ما عندوش مشاكل، ما هو لو اتغلب ما حدش هيلومه بالظبط، فما عندوش. وعندهم كمان تغييرات في الجهاز الفني كمان، من ده بعد المباراه اللي جايه على طول عندهم مدرب هولندي يتعاقدوا معاه يعني. بالظبط، هم لسه متعاقدين برده مع لاعب شاب 26 سنه بس ماشوا ست لاعبين، ماشوا ست لعيبه. ما مش فارقه، ما هو فريق ما عندوش ما يخسره يعني. الكلام ده ما يحصلش في الثلاثه، لا يحصل لا في النجم ولا في الهلال ولا في الاهلي، ان هو فريق داخل كده بس ايه للشهره يعني، القرعه عجبته كده وخلاص. فاستغل الفرصه، لازم النادي الاهلي يعود من زيمبابوي بثلاث نقاط عشان برده يخدم نفسه بنفسه في افريقيا زي ما عمل في اهم حاجه بس الظروف تساعد النادي الاهلي. الاهلي جاهز للماتش ده، بس انا بتكلم بالتحديد على جانب التحكيم يا استاذ محسن، لان احنا الاهلي عاني في مباراه النجم الساحلي، عانى بشكل كبير جدا بسبب طرد ايمن اشرف. وكل سنه بيحصل معانا الكلام ده، لو الامور طبيعيه باذن الله الاهلي هيكسب ان شاء الله. ان شاء الله لا، بس الاهلي ينزل عازم بقى، ما يبصش على قصه التحكيم، ما يبصش على كل حاجه ويلعب للتهديف. الاهلي عمره ما بيبص على قصه التحكيم يعني، دي عشان متفقين عليها. لكن انت في نفس الوقت لما يجي حكم زي جوشوا بوندو في مباراه النجم الساحلي وعمل كل العمل ده، ما تبصش ولا تسكت؟ لا طبعا طبعا انا معاك في دي، لكن انا بتكلم في لازم تنبه، احنا بننبه دلوقتي لازم تكسب. انا ايا كان لازم ترجع بثلاث نقط من زيمبابوي ان شاء الله باذن الله. الاهلي يكون موفق في العوده بثلاث نقاط من مباراه بلاتينيوم وزيمبابوي يوم السبت القادم. عايز اتكلم معاك بالتحديد على مستر فايلر، وبتشوف ازاي تعامله مع المباريات السابقه سواء على الصعيد المحلي او الصعيد الافريقي، خصوصا ان احنا مع بدايه متولي مستر فايلر المسؤوليه كان في تغييرات كتير جدا في التشكيل. فالبعض قال لك هو الراجل بيعمل روتيشن كتير جدا كده ليه؟ لقينا ان النتيجه دلوقتي ايجابيه بشكل كبير جدا، سواء من حيث الاداء او النتائج، بسبب الروتيشن كان بيعمله، عدد كبير جدا من اللاعبين جاهزين. صحيح. رايك ايه؟ والله هو شوف، هو مش مهم ان انت تجيب مدرب اسم كبير او اسم عالمي، او اهم حاجه ان فريق يكون مناسب ماشي معاك انت. كويس. عندي دليلين في الدليلين في النادي الاهلي. مانويل جوزيه لما جالك ما كانش نجم كبير، كان مدرب بلانسيس البرتغالي، كانش ليه الاسم الكبير في عالم التدريب، صنع كل مجد وتاريخه مع النادي الاهلي، فبقى ليه اسم، فبقى ليه بالتالي سعره زاد. ولما راح المنطقه العربيه، حتى لو لم يوفق، درب منتخب انجولا اوكي ما فيش لم يوفق، ودرب فريق بريسيس اللي هو الايراني برضه ما لم يوفق، مش مشكله. بس هو في النهايه الطلب لانه مدرب النادي الاهلي، الطلب لانه لعب في كاس العالم للانديه، سعره زاد، بدل ما ياخد 10 بقى ياخد 200 يعني. هي دي الفكره. ده زاد. نفس القصه مثلا كان في مارتينيول، ده راجل جاي لك كان مدرب في الدوري الانجليزي بريمير ليج، مدرب فريق توتنهام، فريق كبير، سبيرز مش فريق سهل طبعا، وصيف اوروبا، ومع ذلك جه دربك انت، لم يحقق معاك شيء. خد الدوري اللي اي حد بياخده، ما فيهوش اي حاجه خالص، فما فيش انجاز، ما عملش اضافه. هو جاي ايه؟ ياخد فلوس والورده يحطها في بتاع وفرحان بالكلام ده. هو كان ما اضافش. بالظبط، بقى والمخد، لكن هو ما اضافش. بس هو الراجل كان مدير فني النادي الاهلي يعني، جاب دوري بس تقريبا الفتره. ما هو جاب دوري بس مش يعني مش ده الهدف الاساسي. ما يجيش مدرب مبارك يقول لي الاهلي ما بيعرفش مثلا 20 سنه ما خدش الدوري، فجاء مدرب خد الدوري يعني. الكلام ده مش في النادي الاهلي، ما عملش جديد يعني، ما عملش جديد. الدوري بياخده باي حد، لكن فهو ما اضافش، وده اسم كبير ورقم كبير. ففايلر من الجانب بتاع مانويل جوزيه ان هو ما كانش ليه اسم كبير بره، ما كانش ليه، يمكن حتى برضه تحسب للاداره في النادي الاهلي ان هو ما عملش معاه الشرط الجزائي والامور اللي عاملاها، عشان كانت بتضر بالنادي الاهلي. وليه حاليا ان هو يلحق يظبط الموضوع ده، عشان الراجل خلاص سمع مع النادي الاهلي، فبالتالي هتجيله عروض اكبر. فاتمنى النادي الاهلي يلحق الموضوع ده، اداره النادي الاهلي تلحق الموضوع ده، عشان موضوع ان يجدد يعني الفايلر. يجدد هل انت شايف ده ممكن يكون من المنطقي دلوقتي في المرحله دي؟ طبعا من المنطقي. هو ما اقدرش احكم عليه من ماتش واثنين وثلاثه،
حلو. لا ده 10 ماتشات في الدوري. هو الاهلي دايما احنا متعودين من الاهلي ان هو بيحكم مع حقبه زمنيه كبيره او موسم حلو. كامل ويقيم بعد كده. لا بس مش هينفع موسم كامل مع فايلر. لسبب انت كنت بتبقى جايبه مثلا مديله عامل له عقد عادي وشرط جزائي ومديله سنه. لكن في الحاله دي انت في شرط جزائي يقدر يلحق. ده امر خاص بلجنه الاهلي. يعني اتمنى من الاداره ان هو ماشي مع النادي الاهلي كويس جدا. المشرف العام هم الناس ادرى وموفق بالنسبه دي يعني لو هو مدرب طبعا كويس جدا وماشي بشكل جيد نتمنى له الاستمراريه لان ده الاهم خلال الفتره الجايه زي ما قلت من شويه خلال الحلقه ان الاهلي لسه ما حققش اي حاجه. الاهلي منتظر الجمهور منتظر بطوله دوري ابطال افريقيا والدوري ان شاء الله من خلال مستر فايلر بالمسيره اللي هو الجيده اللي هو عاملها لحد دلوقتي يقدر باذن الله يجيب لنا البطولتين دول اهمهم طبعا بطوله دوري ابطال افريقيا. لكن مثلا انا بتكلم بالتحديد بخصوص جاهزيه عدد كبير من اللاعبين الفكر اللي بيلعب بيه الراجل التغيير اللاعبين يعني امبارح مثلا محمود متولي نزلت خلاص الماتش خلص 3-1 نزلت محمود متولي جربته في نص الملعب عشان بتبص لقدام فدي حاجه ايجابيه جدا. ايوه هو ما دي اهم نقطه او اهم ايجابيه تحسب لفيلر ان هو عامل موضوع الروتيشن ده مع كل اللعيبه فكل اللعيبه جاهزه في كل الوقت. بصراحه النادي الاهلي ما بتقلقش عليه لو لاعب غاب يعني يقول لك مش عارف مين مصاب مين راح مين جه ما فيش اي ما حسيناش مثلا بغياب رمضان ما حسيتش بغياب رمضان ولا حمدي فتحي ولا سعد سمير دي حاجه تحسب لمين؟ تحسب للمدير الفني طبعا المدير الفني مش عايز كلام شابولي لان هو ايه لما يغيب عنك لاعب وتتاثر بيه يبقى خطا عندك انت ما انت مش قيمتك مش 11 واحد يعني صح. انت عندك هم اللي عديك بيعملوا ايه وخصوصا الانديه الكبيره زي الاهلي والزمالك تحديدا انت لازم بتبقى قوته بتتحسب بقوه البنك اللي هو الاحتياط يعني صح. حتى قوه شخصيتك انت قوتك انت الاقتصاديه تحسب برصيدك في البنك اللي هو الاحتياطي بالنسبه للكوره فبتبقى قاعد اللي بره زي اللي جوه ودي بصراحه موجوده في النادي الاهلي هو نجح ان هو يبقى الروتيشن موجود في كله تحسب ليه رقم واحد وما تحسبش لحد تاني حتى مش للاعيبه ليه هو بصراحه يعني اللعيبه طبعا يعني اي لاعب يتمنى يلعب في النادي الاهلي أكيد. ويتمنى يبقى اساسي لكن هي تحسب للمدرب فايلر في المقام الاول والاخير واللاعبين ان هم بينفذوا فكر الراجل بالشكل يعني انت اي لاعب بيغيب بتحس ان اللاعب اللي مكانه ما يفرقش كتير بالزبط. ليه لان في سيستم معين في طريقه معينه محفظه الراجل اللاعبين وده شيء يحسب ايضا للاعبين في العالم صحيح صحيح وبعدين الحلول يعني انت عندك اهم مباراه مثلا الاهلي كسبها في ال10 دول انا شايف وجهه نظري مباراه حرس الحدود ليه لان في تكتل دفاعي جاب حرسه بس كان في تكتل دفاع عالي جدا فما فيش يعني خلاص انت هتجيب مين بقى انت لو جبت ميسي ورونالدو مش عارف هو يعدي فكان الحل مثلا في التسديد من بره اكتر من حل يعني بيستخدمه بالظبط مش الجمل بقى اللي بيعملها ويقربه ويحطه جوه مش عارف يخترق لا التسديد احد من احداها سجل النادي الاهلي وواصل مسيرته اللي هي زي ما اكيد الناس كلها عارفه ان دي يمكن رابع احسن انطلاقه للنادي الاهلي في الدوري بالظبط كان اثنين منهم مانويل جوزيه 17 انتصار و11 انتصار واحده سبحان الله جومبو فريكا تقريبا 14 ودي كده 10 لو كمل ممكن يتخطى ال 17 دي كانت في موسم 2004 2005 اللي هو الاهلي لم يتعادل تقريبا الا ماتشين كان كسبت 17 انتصار متتالي لحد ماتش مصر الموسم كله نادر بالظبط الماتش الغريب جدا اللي مش عايز يخش جول بالظبط انا فاكر كان مش عارف يمكن 30 هجمه تقريبا حاجه و30 واحده كان اطرد حسن مصطفى لو تتذكر من النادي الاهلي في المباراه دي استرش يعني ومع ذلك برضه الاهلي كان ماسك الماتش كله كان بس هو طبعا هو السيد بصراحه السيد حرم الاهلي من موسم تاريخي بصراحه كان ممكن نوصل للانتصار رقم 18 السنه دي باذن الله هي مش الاهداف الرئيسيه بالنسبه للجهاز الفني لا خالص دي بتيجي تبع هو طبعا الاهلي والجهاز الفني عايزين يكسبوا كل ماتش صحيح لكن مش حاطط في دماغك ان انت لازم اجيب رقم قياسي تيجي لوحدها في الانديه الكبيره البطولات هي الاهم بس التتويج في الاخر يعني انت في الموسم ده كله دوري ابطال ودوري خلاص انت الجمهور راضي تمام مش عايز حاجه ثانيه بس ان شاء الله نتمنى كل التوفيق للنادي الاهلي خلال الفتره الجايه. عايز اتكلم معاك شويه بخصوص حفله الغد وتتويج افضل لاعب في افريقيا والاقرب ساديو ماني والكلام الكتير خلال الفتره اللي فاتت ساديو ماني خلاص جه تقريبا وصل مصر بشكل رسمي لكن صلاح كلام شائع انه مش جاي بتشوف الجزئيه دي زي ما وجهه نظرك طبعا اتمنى صلاح يجي عشان اللغط ده كله ينتهي او صلاح يخرج ويتكلم لان الناس كلها بتتكلم في سكه واحده اللي هي حاجتين اولا عشان مصر عشان بلدك دي هقف عندها شويه بس هقول لك على الثانيه اللي هو عشان ساديو ماني اللي كان معاك السنه اللي فاتت في الحفله اللي كانت في السنغال وحضر رغم ان انت عارف ان هو مش هيكسب والجائزه كان هياخدها صلاح بل اثناء الحفله عملوا الرقصه الافريقيه هما الاثنين مع بعض بالزبط. فانت عشان زميلك الناس بتقول كده طب انا اكيد علاقته جيده بساديو ماني احنا معه يعني اكيد ما فيش الكلام الحقد وكلام الناس بتتكلم فيه بس المفروض صلاح يخرج ويتكلم وبعدين انت ما عندكش ماتش يعني مثلا رياض محرز مش جاي في ماتش فعلا مهم ما اقدرش لا يلام عليه عنده يونايتد لا بالظبط لا وقبل النهائي لا يلام عليه لكن انت ما عندكش حاجه فكان واجب عليك ان انت تيجي رقم واحد بقى مش عشان ساديو ماني عشان مصر عشان بلدك البطوله بتقام على ارضك لازم انت تقويها وبعدين كل الناس موجوده رئيس الفيفا موجود رئيس الكاف موجود القيادات كلها موجود.
موجوده، نجوم عالم موجود، لازم انت واجهه مصر الكرويه الرياضيه. يعني انا فاكر موقف كان في 2009، كان حفل السوبر الاماراتيه، كان الجائزه كان واخدها كان محمد ابو تريكه ساعتها، وبعدين تعذر وصوله لسبب او لاخر، واحنا كنا هناك وقبل الحفله قالوا ابو تريكه هيجي الظهر، وبعدين ابو تريكه ما جاش، فكانت الحفله بالليل. تخيل عملوا ايه؟ جابوا اسماعيل مطر، ما اعرفش كان فين، جابوه قالوا تعالى البطوله الجائزه بتقام في بلدك، ما ينفعش. راح جاي وانا شفت بنفس الجائزه كان مكتوب عليها ابو تريكه، محفور عليها الاسم، اتحط عليها لزقه كده وكتب اسماعيل مطر، هو جاي عشان بلده، مش عايز جائزه الراجل، ومش محتاج جائزه، اسمه كبير طبعا اسماعيل مطر في الكره الاماراتيه والكره الخليجيه. لكن انا فاكر ساعتها اللي كان بيتردد ان هم جابوه، فهو جاء عشان ينقذ حفله بتقام على ارض بلده، وده وجهه اكيد. انا يعني حتى الناس بتقول ان هو الطياره وصلت وهو مش موجود فيها، مش صعبه خالص، بكره يجي عادي، مفيش مشاكل ان شاء الله، ما يباتش مش مشكله، بس يجي لان دي هتتحسب عليك. مين اللي يستحق الجائزه؟ ساديو ماني. مش عايز كلام طبعا. ساديو ماني بالمناسبه، ساديو ماني زي انجازاته زي صلاح، بل صلاح يتفوق حتى في بعض الانجازات الفرديه السنه دي، ولكن على مستوى المنتخب طبعا ساديو ماني، يعني هما الاثنين ايكوال مع بعض، اثنين دوري ابطال اوروبا، حتى في الاهداف وفي كل حاجه، حتى لقب الهداف خدوه. وما اقدرش اقول ساديو ماني كان اقوى من صلاح، لا، الاثنين زي بعض. صلاح كمان عنده الالقاب الفرديه، افضل لاعب مثلا في كاس العالم للانديه، حتى في بطوله ذا بيست تبادلوا الادوار، ذا بيست بتاعت الفيفا صلاح الرابع وماني الخامس، والكره الذهبيه بتاع فرنسا فوتبول صلاح الخامس وساديو ماني الرابع، يعني العمليه ماشيه ايكوال. هي بس الفرق الوحيد بينهم هو المنتخب. مصر خرجت من دور 16 وساديو ماني وصل النهائي. طب ليه مش محرز؟ لا، ما هو محرز اوريدي خد البطوله، ولكن على المستوى المنتخب، على مستوى الفريق بقى، هتقولي خد الثلاثيه، اربع بطولات، بس محرز ما كانش اساسي، يعني محرز مش زي يعني لو شلت ساديو ماني مش فعال، يعني محمد مش صلاح فعال او عنصر هام في تشكيله التشكيله خالص خالص. يعني انت لو شلت صلاح وصلاح او ماني حتى، يعني الاثنين او واحد منهم، البطولات مسار البطولات يتغير، التهديف يتغير، لكن محرز ما كانش بيشارك. شارك في المباراه النهائيه لو تتذكر، لما كسبوا 5 اخر ماتش، قصدي مش النهائيه اللي كان في الدوري، مش متذكر كان ضد مين وخدوا في الدوري، بس ما كانش اساسي طول الموسم، ما كانش اساسي، فهو ما كانش عنصر فعال، هو واحد في القائمة، ومش من ال 11 كمان. كان من الفتره الاخيره بس بيلعب عشان اصابه ديفيد سيلفا مثلا، هو ما كانش اساسي. كان لعيب جامد قوي بصراحه. لا طبعا لعيب جامد. انا في رايي اللي خلاه في القائمه النهائيه من ضمن الثلاثه فوز منتخب الجزائر بالبطوله، هو ده اللي خلاه، لكن غير كده اعتقد كان عادي جدا. يعني بصراحه صلاح وماني هم الفارقين. وبالمناسبه انا بشبه دايما صلاح وماني برونالدو وميسي افريقيا، لان واضح ان هم مكملين بقى السنين اللي جايه ان شاء الله. يعني حتى صلاح المفروض يجي لسبب، لان ايه، انت خدتها مرتين، السنين اللي جايه دي قدامك، ده انت ماني هياخدها السنه دي، مبروك عليه طبعا، يستحقها عن جداره. انت السنه الجايه واللي بعديها واللي بعديها واللي بعديها ان شاء الله، يعني تعمل تاريخ، لان البطوله دي ما فيش حد خدها اكتر من 4 مرات، اعتقد سامويل ايتو ويايا توري. انت خدتها 2، انت تقدر تعدي الرقم ده، تقدر توصل ل5. صلاح لسه العمر قدامه، هو ساديو ماني برضه يقدروا يعملوا ده. خلينا في صلاح لانه ابننا يقدر يعمل ده، مش محتاجه الحاجات اللي هي مالهاش لازمه اللي على السوشيال ميديا دي، والناس بدات تكتب تنتقده بشده. اتمنى يكون موجود عشان البطوله على ارض مصر، والسياحه بالنسبه لنا عنصر مهم جدا. يعني اجمل ما في المباراه، اجمل ما في المباراه اللي اتلعبت النهارده، اللي هي تحت سقف الاهرامات دي، اللي انت نجوم العالم واقفين ورا منهم الاهرامات دي دعايه ليك. يعني صلاح كان عمل من سنتين كده، كان راح اتصور عند الاهرامات، تخيل بقى الناس بتبقى عامله ازاي. فانت المفروض تيجي ان شاء الله. انا لسه عندي امل ان هو يبقى الكلام ده ملوش اي قيمه، وبكره ان شاء الله يكون متواجد صلاح باذن الله في الغردقه ان شاء الله. بقول لك، تتوقع ان بعد ان شاء الله تتويج ليفربول بالدوري السنه دي، احنا بندعي ان هم يكسبوا ده عشان نجمنا المصري محمد صلاح، يعني تتوقع استمرار محمد صلاح وساديو ماني مع ليفربول، ولا ممكن يشوفوا اهداف جديده، طموح جديد في النادي؟ شوف، واضح جدا في مسيره يورجن كلوب ان هو بيخطط للمستقبل مع اللي هو الشباب الصغار اللي جابهم دول، وبيشاركهم حتى في الماتشات الثانيه. واضح ان هو بص عامل خطه للمستقبل. لو هتبص حتى هو بقاله تقريبا 4 سنين، ان هو فعلا فريق ليفربول مختلف تماما. اخر سنتين ما خدش الدوري، بس الوصيف، والوصيف بيقرب. يعني السنه اللي فاتت دي واخده على نقطه نقطه، وخسروا قصدي على نقطه، خسر الدوري على نقطه، والسنتين نهائي دوري ابطال اوروبا ورا بعض، خسر واحده قدام ريال مدريد اللي هو كان السنه دي بياخدوا الدوري، والسنه دي هو بطل الدوري ان شاء الله. مش عايز كلام، يعني حتى جاردولا قال لك الحديث عن المنافسه على الدوري اصبح من المستحيلات. لا مش منطقي، 16 نقطه مع افضليه مباراه، يعني او 17 نقطه كتير. طيب، جدا. دي صور من مباراه الاساطير النهارده على هامش حفل تتويج افضل لاعب
في افريقيا واللقطات او الصور دي منذ قليل وعدد كبير جدا من نجوم الكره الافريقيه والعالميه يعني مثلا دافي رو وكافو نجم البرازيل صحيح ناس كتير جدا يعني شفت انفانتي دي لقطه عظيمه جدا احمد وانفانتينو الفيفا والكاف طب انت عايز ايه تاني يعني الناس دي كلها موجوده طب لازم يبقى صلاح موجود ده فلافيو موجود ده فلافيو ايوه وده ده بتاع زامبيا كالوشا اعتقد ده كالوشا بوالي يعني عدد كبير جدا من نجوم الاساطير يعني بالظبط سيلبريت افريكا وده شيء مميز جدا لمصر في الحقيقه يعني لقطات مهمه جدا تدل على امور عديده وعديده بالنسبه انا سامع كلام لو حصل يبقى رائع جدا ان مصر يعني ان شاء الله توفق في البطوله دي في الحفله دي فممكن مصر تنظم بطوله زابيست كمان يعني ليه لا ما انت جايزه زابيست بالظبط جايزه زابيست يبقى عندك وهيلاقوا فين تحت سقف القرعه انت عملت اعجاز في القرعه القرعه انت عملت لها شكل القرعه اصلا اي قرعه في العالم بتتعمل في الفندق وكورتين وانت اللي بيهمك فيها مين وقع مع مين وخلاص يعني حتى ما اقعدش اتفرج يعني انا ببقى عارف مثلا القرعه الساعه 1 الساعة 1 ونص كده اشوف الاقي الاهلي وقع مع فلان مش عارف ايه او مصر وقعت مع مين الزمالك جه مع مين ما بتبصش لكن انت القرعه بتاعت كاس الامم افريقيا 2019 عملت لها شكل وطعم ولون لما نزلت من مطار القاهره اسمه ايه بتاع الكاميرون ده سونج لما خد الكاس وفي عربيه مكشوفه يعني او ولحد الاهرامات وبقى الخلفيه الاهرامات لا المنظر رائع فانت عندك ده الناس بتعمل ليه في الـ في الـ في الـ في الفنادق والاماكن المغلقه اللي ما عندهاش الحضاره بتاعتك فانت عندك ده فلازم تستغله ودي واجهتنا السياحه طبعا هي اعظم شيء في مصر او الحضاره بتاعتنا اعظم حاجه عندنا اتمنى صلاح يبقى موجود ان شاء الله بكره في الغردقه بالليل باذن الله ان شاء الله باذن الله عايز اتكلم معاك شويه في بعض الملفات المحليه يعني النهارده مثلا معايا خبر من الوطن سبورت بيقول لك ان احتمال يتاجل ماتش الاهلي والزمالك عشان السوبر افريقي تشوف الخبر ده ازاي هل ده ممكن يكون منطقي ولا شايف ايه هي اصلها يعني التوقيتات بتاعتها السوبر اعتقد هيبقى في 20 يمكن لا السوبر الافريقي يوم 14 لا السوبر المحلي يوم 23 الميعاد المبدئي بعدي الميعاد المبدئي اعتقد في الوقت ده هيكون في ماتشات الاثنين الاهلي والزمالك في افريقيا ان شاء الله فيما لو كملوا باذن الله اعتقد هيبقى في مباراه الاياب الذهاب عفوا ممكن تبقى مباراه الذهاب للاثنين ان شاء الله يكون الاثنين اتاهلوا ايا يعني كان الترتيب هيكون في الوقت ده هو الكلام دلوقتي هنا على تاجيل السوبر تاجيل مباراه الدوري المباراه المؤجله من الجوله الرابعه ما انا هقول لسيادتك على حاجه شوف لما اللجنه الخماسيه مسكت اتحاد الكوره رفعت سقف طموحات الناس وكان اهمها واولها ان الجدول والناس هتظبط عليه الساعه وزي الدوري فشلوا في اول اختبار لما كان الاهلي والزمالك في الجوله الرابعه في الاسبوع الرابع وبعدين حصلت التدخلات اللي احنا عارفينها وده اتكلم والمشاده وحصلت وكله هدد فاجلوها في النهايه رضخوا ممكن يكون رضخ غصب عنه جهات امنيه طب لما انت الجهات الامنيه ما كنتش عارفها زي برضو موضوع الفار والفار هيطبق دلوقتي مش عارفين يطبقوا الفار ماشي والمشاكل الموجوده زي ما هي فخلاص فانا مش هقعد انتقد دلوقتي بنفس الكلام اللي قلناه قبل كده انت انا اتقبل منه كل حاجه خلاص هياجل الماتش وهيلعب لك الماتش السوبر عشان عشان يلاقي لك ليها حل يلاقي حل الماتش السوبر طب الاولويه المفروض تبقى لايه الماتش الدوري لا الدوري طبعا الدوري طبعا ده ماتش السوبر ده اصلا مؤجل لا هو كمان هو هنا في الخبر بيقول لك اصل الزمالك هيلعب ماتش الترجي يوم 14 اللي هو ماتش السوبر الافريقي ايوه انا فاهم في قطر فلو يطلع من هناك على هنا ماتش يوم 19 طبعا مش مبرر طبعا الاهلي كمان هيلعب مع المصري يوم 14 في الدوري يعني ماتشين جامدين للفرقتين بالظبط مش مبرر هم بيحاولوا يشوفوا وقت للبطوله نفسها بطوله السوبر انت عارف لها رعاه ولها والكلام ده كله فده التوقيت المناسب اليوم تصادف ان يكون في اهلي وزمالك خلاص مش مهم حط دي مكان دي كده كده اهلي وزمالك يبقى ناخدها سوبر وناجل المحلي خلاص هو المحلي ده استباح يعني بطوله الدوري مواعيدها استباحت طالما من يعني هدمت من بدايه الاسبوع الرابع خلاص اي حاجه تتوقعها عادي اجل يعمل خلاص ما عادش الكلام اللي احنا كنا بنتكلم عنه كلنا شدنا بيه ان مثلا في الدوري الانجليزي الايطالي تاني مباراه في المباراه في الاسبوع الثاني كانت قمه كان يوفنتوس ونابولي واعتقد كان اول وصيف البطل وصيف السنه اللي فاتت بالزبط. وكانوا بيلعبوا وكانت مباراه رائعه جدا 3-0 ليوفنتوس وبعدين نابولي تعادل 3-3 وبعدين ليوفنتوس كسب في الدقيقه 94 بهدف كوليبالي يعني شفنا قمه اثاره يعني بعكس لما كل المباراه دي تحصيل حاصل وده للاسف اللي كان ده اللي هبط مباراه قمه ديربي الاهلي والزمالك في السنوات الاخيره انه خلاها دايما مباراه تحصيل حاصل مباراه تحصيل حاصل في نهايه الدوري بيكون بقى الاهلي خد البطوله الزمالك خد البطوله العمليه خلصت فبيلعبوا ماتش ملوش زي اي لازمه للتسجيل وخلاص يعني بتسدد زي المباراه الاخيره
اللي الاهلي كسب فيها بهدف علي معلول كانت مباراه عاديه، مجرد مكسب بس البطوله الخاصه بين الفرقتين، لكن هي بالنهايه ما كانش لها تقل يعني، ما كانش لها ثقل، لان المباراه مش حاسمه في الدوري، لكن لما يكون في الاسبوع الرابع اكيد كان يبقى لها قوه، في الاسبوع العاشر في وقتها يعني ايا كان يبقى كلام جميل. لكن بما ان انت قلت الكلام ده وبعدين رجعت حطمته تاني فخلاص يعني شايف ان ده بقى امر طبيعي دلوقتي. ده امر طبيعي بالنسبه للغير طبيعي اللي بيحصل يعني، امر منطقي للامر للاداره الغير منطقيه اللي بيحصل. هنشوف قرارهم في النهايه هيكون ايه يعني، ما تعرفش برضه ايه اللي ممكن يحصل يعني. كل حاجه تحصل كل حاجه ده. طيب استاذ محسن نورتنا وشرفتنا، ربنا يخليك. شكرا جزيلا. كان ضيفنا العزيز النهارده الاستاذ محسن لملوم، مدير تحرير مجله الاهرام الرياضي، واتكلمنا في ملفات عديده جدا، وحوار كان شيق جدا في الحقيقه. دي كمان كانت حلقتنا النهارده من كلام في الميديا، بكره حلقه جديده ان شاء الله، استنونا، الى اللقاء.